عايز ارجع للبطل مانسي في بداياته يعني، وعالية ما شاء الله يعني عندها هواية الرسم والفنون الجميلة. انا عارف برضو ان البطل مانسي وهو في الكلية الحربية كان برضو هواياته الفنون الجميلة، وكان ممكن طبعًا يدخل كلية الفنون الجميلة. هو كان فعلا دخل كلية الفنون التطبيقية شهر تقريبا في الاول، لان التنسيق بتاع الكليه الحربيه او الاختبارات اللي بتتعمل على ما بيتم قبولهم بيبقى عدى شهر من الدراسه. فهو كان تنسيقه جابه الكليه الفنون التطبيقيه، وكان دخل ما شاء الله عليه واجتاز الاختبارات، واللي عرفته ان الاختبارات بتبقى صعبه جدا. فهو ما شاء وقعد شهر، فهو ما شاء الله اصلا يعني كان رسام مبدع يعني. كان يرسم كمان حاجات بيبعت يعني بيوجد بيها رسائل يعني، كاريكاتير حاجات كده يعني، تحس ان الرسمه انت تشوفها جميله بس هو في رساله كده بتوصل في النص. فما شاء الله كان عنده سكتش كبير كمان عارض فيه او محتفظ برسومه، ما زالت معانا لحد دلوقتي يعني. طب ايه كانت حلوه اللي اثر فيه، اثر في البطل المنسي ان هو يحب الكليه الحربيه؟ لا ده من زمان يمكن. انا اللي عرفته هو لسه صغير. اللي اتحكى لي يمكن من قد علي او كده، كان طول عمره يحب اي فلوس يعني. والدته الله يرحمها كانت هي تقولي اي فلوس يجيبها ياخدها عيديات، مصروف يقعد يجمعه، لازم يجيب الطبنجات ويقعد يضرب بيها، وجدا يعني دماغه كلها في الحته دي. بعد كده لما كبر شويه ليه خاله الله يرحمه برضو، خاله الكبير كان لواء كبير في القوات المسلحة. يمكن عرفت انه ايام حرب اليمن سافر وقعد فترة اخباره اتقطع يعني، حصل حاجات كده ورجع الحمد لله. وقتها انه اتأثر في وقت حرب اليمن. حاجات كده ورجع الحمد لله بالسلامة، وكان ما شاء الله عليه. فكان مؤثر جدا في احمد، وكان احمد بيحبه جدا، ويمكن دخل الكليه الحربيه حبا في خاله. النشأة بتاعت البيت كلها نشأة كانت عسكريه، عشان كده عسكريه، وقبل العسكريه وطنيه. انا مش لازم اكون عسكري عشان اكون بحب بلدي، ولكن في الاساس الاب دكتور صابر الله يرحمه كان وطني جدا جدا لابعد الحدود بصراحه، فهم كلهم طلعوا وطنيين. كان مثله الاعلى